ننتقل إلى موضوع آخر الآن. وبعد بث قناة النهار لتقرير صدم الرأي العام حول تجاوزات دور الحضانة في الجزائر، أكدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة غنية إيداليا أن عملية الرقابة والتفتيش قائمة، وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد هذه التجاوزات. تقرير في الموضوع لهدى بالقاسم. بعد التقرير الصادم الذي بثته قناة النهار والذي كشفنا من خلاله عدد من التجاوزات الخطيرة التي يمارسها أصحاب بعض دور الحضانة بالجزائر، لم تنتظر السلطات المعنية طويلاً لترد وتبدي موقفها. احنا جاء في صدد مراجعة، عندنا مشروع مراجعة المرسوم لتحسين ظروف التكفل ولإعادة النظر حتى في دفتر الشروط وإعادة النظر في البروفيل في الملمح تاع الناس المؤهلين بفتح هذه المراكز، لأنه حقيقة كاين هناك بعض تجاوزات من البعض، لكن احنا نسعى إلى إعادة النظر في المرسوم لإعادة هيكلة هذه الدور لأنها مهمة في تربية الناشئة. تجاوزات جعلت وزيرة التضامن وقضايا المرأة غنية إيداليا توجه نداء استغاثة لضمائر عمال هذه الحضانات وحتى الأولياء للمساهمة في الحد منها من خلال التبليغ وغرس ثقافة التبليغ لدى المواطن. في حالة ما تكون معينة لتجاوزات تتخذ الإجراءات اللازمة لذلك واللي تروح حتى لغاية غلق هذه دور الحضانة. على كذلك من واجب الأولياء التبليغ، العمال والأولياء كلهم من واجب نتاعهم إذا لاحظوا أن الأمور لا تتماشى مع دفتر الشروط الملزمة به هذه المؤسسة، التبليغ عن ذلك لمديرية النشاط الاجتماعي التابعة للولاية. هي حقيقة مرة يعيشها أطفالنا في دور الحضانة وسط صمت الرأي العام وتهاون السلطات المعنية لتطبيق الرقابة والتفتيش عليها.